النادي الاهلي عمل مبادره امبارح اسمها مصلحتنا واحده، لم كل الناس حواليه. في نفس الوقت خلى البرنامج بتاعه اسمه لم الشمل، قدامه اعضاء مجلس اداره، لعيبه، شخصيات هامه في الدوله، حتى كابتن محمود وهو بيتكلم كل المجهود والتعب اللي حصل انتهى عند التتويج امبارح بالافتتاح. كان الشكل العام اكثر من رائع، يعني زي ما بيقولوا النادي الاهلي لو فكر في فرقته زي ما كابتن اسامه بيتكلم على ان التتش بس اللي كان موجود لاثناء التدريب، لا بقى مكان بعيد عن الناس تقدر يعني تشتغل فيه في هدوء وسكينه وانت شغال. التطور اللي موجود لاكوا بارك للالعاب كلها، النادي الاهلي امبارح كان بجميع الالعاب موجود حوالين افتتاح القاهرة الجديدة للنادي رقم 4، وكابتن خطيب نوه على ان الفترة اللي جاية هيبقى فيه في المحافظات الاخرى. اعتقد الحاجة اللي احنا شفناها امبارح دي مش هتتكرر كتير. صحيح. هو النادي الاهلي بتاع المفاجآت، بتاع الاهتمام والتطوير والمبادئ، هو عنده كل حاجة من تطوير. صحيح. لمبادئ، لتاريخ، لأسلوب.